يسعدنا أن ينضم إلينا هنا في الاستوديو سيادة العقيد أركان حرب يحيى أبو حاتم الخبير العسكري من اليمن. سيادة العقيد، يعني قبل التحدث عن الملف اليمني، كيف ترى إدارة مجلس الأمن للملف السوري؟ يعني كان هناك تصريح مهم للمبعوث الأممي لسوريا السيد ستيفاندي مسورا، قال يعني عبر عن قلقه الحقيقي عن الأمن الدولي وليس فقط عن الأمن في سوريا أو في الإقليم. حقيقة الوضع في سوريا بدأ ينحرف انحراف خطير جدا نحو الهوية. هناك دخلت أكثر من دولة في الخط، دخلت تركيا، دخلت إيران، روسيا، فرنسا الآن دخلت بقوة، وأمريكا. ولذلك يعني المشهد يراوح على أنها سوف تكون منطقة صراع، ونخشى أن تكون الحرب العالمية الثالثة قد بدأت ملامحها تتبرور في المنطقة. هناك تهديدات، وكما سمعنا من مندوب روسيا يهدد يعني شديد الحمارة، متبادلة نعم ما بين المندوب الأمريكي والمندوب الفرنسي، وكذلك الرد من مندوبة أمريكا كان قاسك. أعتقد أن الصراع قد يتدخل أو قد ينحرف إلى منحرف عسكري يعني ما بين هذه الدول. إذا لم يكن للمجلس الأمن قوله الفصل في أن يترك أو يجنب هذه الدول ويمنعها من التدخل في روسيا في الشأن السوري، فأن الأمور سوف تتطور إلى ما لا يحمد عقباه.